وحول التطورات بالمنطقة، قال الرئيس السيسي إن مصر تبذل جهودا كبيرة في سبيل منع توسيع الحرب ووقف إطلاق النار. وأكد الرئيس السيسي أنه ليس من مصلحة المنطقة أن تدخل في اقتتال لأن نتائجه ستكون صعبة على الجميع. احنا بنبذل جهد كبير جدا عشان نحاول نصل إلى وقف إطلاق نار حتى نلملم الموقف الصعب في غزة، والرهائن يتم إطلاقهم، والسجناء يتم إطلاقهم، ونخش في مرحلة جديدة بتاعت الإعمار ما بعد الحرب. يعني ده النص الأولاني. من يبقى إذا احنا كدولة كجزء من العالم بنتأثر بالحراك اللي موجود في العالم لتشكيل عالم جديد. أنا قلت في الخطاب أو بقولها دلوقتي، يعني هو معكم أينما كنتم، هو معكم أينما كنتم. فإذا كنا مصدقين هو مطلع وشايف، هو مطلع وشايف، وهو يسمع ويرى، وإحنا بنقول له يا رب ما تحرمناش من فضلك. إحنا مش فاهمين كل حاجة، أنت العلام علام الغيوب، يفعل ما يشاء.